وهنا ننبه على مسألة، وهو أن البصاق في المسجد خطيئة كما جاء في الحديث، البصاق في المسجد خطيئة وكفارته هذا دفنها. بعض الناس يظنون أن المسجد هو المصلى فقط، فإذا ذهب إلى حوش المسجد بصق فيه، وبعضهم يرمي حتى الأوساخ، يرمي النشاف ونحو هذه الأمور، ولا شك أن هذا لا يجوز، لأن كل ما كان في سور المسجد فهو من المسجد، فإذا بصق في حوش المسجد ولو كان ترابا فهذه خطيئة وكفارته ودفنها. فلا يجوز أن يبصق في المسجد سواء في المصلى أو فيما يتبع المسجد من الأحواش التي هي داخل سور المسجد.